السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية الحصول على شهادة ساعة من البرمجة. فهذه الشهادة فهي متاحة للجميع، والطريقة فهي سهلة جدا. إذا يكفي أن نكتب مثلا ساعة برمجة في جوجل، أو بالعربية أو بالإنجليزية مثلا Hour of Code، ثم نلجأ إلى هذه الصفحة. هذه هي الصفحة الرئيسية. نقوم باختيار مثلا اللغة عربية، فرنسية، إنجليزية إلى غير ذلك. ثم نقوم باختيار البرنامج الذي نود الحصول على الشهادة من خلاله. يعني يمكن مجموعة من البرامج، فهي سهلة جدا، تقريبا مثل سكراتش. كنعطيو التعليمات لهاد الرسوم وهما كيقوموا بتنفيذ هاد التعليمات هذه. اذا مجموعة من البرامج يمكن لي نخدم عليها. انا اختاريت هاد ميني كرافت. نعم، كنضغطو عليه كتطلع لينا هاد الصفحة هادي. كنختارو كومونسي. كيعطيني الاختيارات، كنختار البرنامج اللي بغيت انا. كنختار مثلا هذا افونتور دو مينيكرافت. هنا كيطلع ليا غير باش نشرح لكم. My name is Jens Perian. كنختار مثلا الشخصيه اللي بغيت نخدم عليها، كندير سيليكسيوني. اوكي، هنا مثلا كما كتلاحظوا هنا عندي 10 ديال الوضعيات، 10 ديال الوضعيات. يعني هاد الوضعيات هادو كلهم فيهم تعليمات ديال هاد الكائن هذا اشنو بغيت ندير. هنا كيعطوني السؤال، اش خاصني ندير. اجوت اون دوزيام كوموند افونسي بلو بوغ اتاندر لو موتون. يعني هنا غادي نزيد ندير افونسي بلي تقريبا جوج المربعات كما كتشوفوا هنا عندنا المربعات باش نوصل للموطون. اذا الطريقه هي سهله، كندير هاد افونسي يعني جوج الخطوات، افونسي الاولى خطوه، الافونسي الثانيه خطوه، يعني جوج. كندير هنا ديماري كما كتشوفوا. هاي التعليمه الاولى نجحت فيها، الوضعيه الاولى. كيدوز الوضعيه الثانيه كندير كونتينيي. الوضعية الثانية تقدر تكون فيديو، كنشوف الفيديو. نفس الشيء هنا عندي التعليمة لو بوا اي اون ريسورس تري امبورطونت بوكو دو شوز سون فيت ا بارتير دو بوا مارش جوسكا لاربر اي تيليز لا كوموند ديتروير بلوك بوغ لا باتر. اذا كندير افونسي كنحسب شحال من مربع، مثلا واحد جوج تقريبا. اذا كندير افونسي جوج المرات، هنا ديما كنجيب هنا التعليمة لتحت، يعني كون ليكزيكيسيون كومونس، يعني ملي ندير ديماري هاد الكائن هذا اش خاصو يدير. كيتقدم خطوة واحدة، كنزيد خطوة ثانية وكندير ديتخوي لو بلوك، يعني يقطع لينا الشجرة. كندير ديماري وكنشاهدو. اذا هاي التعليمة الثانية طبقات، ونفس الشيء كنستمر هاد الوضعيات كاملين. هو راه سهل جدا، خاصنا غير شويه تاع التركيز. هنا السؤال الي لور دو توندغ لي موطون يوتيليز لا كوموند توندغ بو ريكيور لا لا دي دو موطون. يعني ديما كنتقدم كندير افونسي هنا الموطون، وكندير توندغ، يعني المطلوب مني هو توندغ. كندير مثلا افونسي، كنشوف شحال المربع عندي. عندي جوج، كندير اثناني، كندير طوندغ، كندير عفوا طوندغ هنا، كنديرو ديماري. نعم، هنا الا لاحظتو خاص الكائن يدور على اليمين. هنا علاش هنا هاد التعليمه خاطئه؟ لان الكائن خاصو يدور على اليمين ويدير نفس العمليه طوندغ لهاد الخروف. لذلك غادي نزيدو نقول ليه تورني ادغوات
واش غيتقدم؟ يتقدم خطوة واحدة، افونسي افونسي خطوة واحدة، اي طوندر طوندر. نعاودو نشوفو ديماري. اذا العملية الاولى، العملية الثانية، نعم نشوفو ثالثا او رابعا. Nous devons construire une maison avant que le soleil se couche. La maison demande beaucoup de bois. Abattre les trois arbres. هذه العملية سهلة، يعني غادي نقطع لي زارب غادو، كيكفي أنني نتقدم وندير دي تخويغ، يعني نزيد وندير دي تخويغ، دور على اليمين دي تخويغ، دور على اليسار دي تخويغ. فالعملية هنا سهلة جدا. خامسا خامسا هو عبارة عن فيديو كيشرح ليا مجموعة من الأشياء. نعم سادسا، نعم المطلوب مني هو أنني نبني واحد الحيط. يعني اش كندير هنا؟ كندير بوزي افونسي، ديما كندير بوزي او بلاسي، كندير هنا بلاسي، كنجيبها هنا الوسط بلاسي، وكندير افونسي، كندير هنا افونسي. غير هاد التعليم هادي اللي بالوردي كتعني انه هاد العملية كتعاود اربع مرات. هاد العملية خاصها تعاود تكرر اربع المرات، يعني بلا ما نعاود انا ديما بلاصي دي تخوي بلاصي افونسي. هاد العملية يكفي انها تكرر اربع المرات، لانه هنا عندي اربع المربعات، واحد اثنان ثلاثة اربعة. ديماغي، اثنان ثلاثة اربعة. إذن التعليمة صحيحة. إذن كنكمل حتى الأربعة عشر، ومن بعد كنحصل على الشهادة ديالي بالاسم ديالي. وكنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، واللي عنده شي سؤال يمكن لنا يطرحوا علينا ونحاول نجاوب إن شاء الله عليه. وبالتوفيق وشكرا جزيلا.